السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت ادغي سنيسا اما اداوانيساي ادل كيمبا وحان ادن كسلام يا سلام الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت كدب وانيقا وقاسم حرس فارح وهكا ننكسي وضع قيرتي لبعض كتوابدا سؤاش اهيد شريعة الإسلامية سوماليا مرلو حكومة مسلو غم حكومة سيان هدوا هدوكا دمودي سأوسي قلو وحان مركورة إذنتو سينيا معنيتا أما قيحيتان كشريعة الإسلامية شريعة الإسلامية وعن مركا قيحينو وحان ماش أغووناك سينيان قيحيتان كنكيلينو واسدقو إلهي وشيغي هنان عرقنو الله أود لي أو شريعة مركنا برايا أي وح أولي هاي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. تفسيرك آيات صدي أن تمر نقصا كسم يوحى وجهي معناها جودي وحى الله إذن شرعي جي أو دين تين كذا شرعي إذن كسم شرعي كسوعة كي أقدر دار مي نبي الله نوح ولاي إلهي كي عن أدر دارمي ويا نبي الله نوح أو كم كي عن أذيقنا عن كوسو قد بني أو كوسو كلاسو ترني ويا نبي محمد ونبي كلي يا نحريس كركا قها آتي إذن مركزنا كاسو كي عن سيني عن أدر دارمي عن كوامرني نبي الله إبراهيم إيا موسى إيا عيسى انتاسو النبي والله لسو تري مركا ان وحا ولهي كسي غبنغبيا ان موسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كاسو مركا نخركيسو اي ويهي ان دينت اوكتاب او ان اسكو خلافين هذا وحن هلك مرك وهر صارت ماشى قدام إنسان كفهمينا إن الله أود لي سببت أو شرع أنا وصلت تجيبة أيتهاي إن أنا شرع إلى يسكو خلافين إن أنا دينت إلى يسكو خلافين إن أنا أوبنا دينت إلى أنا أو شرع جيدا كل سينا أو مركز أنا منك أهانا أو بحد يدا أنا يسكو خلافين هذا وكاس محوي محوي هاي وحوي هاي شرعيغاس إساقعا وحكاستا مركا لا سمييو وحا لا سمييا شرعي لغاهبو ندام كاستا أصعدا وحا وليا شرعي كالهاقا مركا ديما إلهي أو لن وصلاة قانان ديما بادن إيا النبي بادن إيا والسوات ريبا دادكو يراهدا لكن أرنت صلاة وكدو انتعي وحا ويان إلهي وحا وصوات ريولي سوا هل دين نبيان كانا وحا الله صوات ريي إن أي دين تايل عاسين نور نوريان أو أي مركب ذلك إلاوان أو أي كلبت بدلان أو أي وحيا لك رسوق القليان أو أنت أصوح كسب بحيان إن هذا نسا في النمالي دي أي تسان نبيار كاستاسا وشدد أي تاي تاس مركب أي وحا كودسان دين تاس أو كل ولقيد هل مكو كو تاقني أهيد إن الله كلقي لعابدو عبادة داس كلقي له الله قرصد كلقي عبادة الله خاصية الله إسلام مركبانا waxa uu abuuray oo idil noola iyo manoolaba si wanaagsan loola dhaqmo la amaan geliyo nidaam fiican oo ku socda dunida horumar iyo wanaagna la gaaro sidaas bay ujeedadu mar walba ahay taa iyada ah baa waxay u baahan tahay marka sharci lagu hago sharciga lagu hagayo ayaa marka shariicada ah taas bay tahay qaabka shariica islaamiga ay ku soconayso markaas أو الشرعيك مركز تبع دينتا مقصد كده وجهر يا مرور بس كميت بوها لكن نبي يعيش وحلوس ودري دينتي الشرعية دي ما قالوا له وقت كذي إن قالوا ذكر الله جاي رخف فيها ما دام أي حال دي أي رب يثبت شيء تاسو حتى بدون إذا أنا شغنا أنا أم عاملنا مركز شرع دينتين يلا سمعنا يا اللي يرى هذا مركز تبع شرعي مدرس عادي إن وحلا قبل تلا يدور لها يا law amendment
إن شرقة وحلقة بتبدله أمر الله يرجع أمر الله كي يعمل سلعة نقول تاس أيو إلهي مرك إنه أبو شجع شريعة داس لكن شرطي كواد وحوياي إن عن هرت الله سو خلافين هذا بقى يداس تاس أرجع نيد يجو سهيا مرك عن هوسوسس أنا وحن كهذا دنا ماشى إسخلاف كشريعة الإسلامية وما أنت تاجن يحي يمد الشريعة الإسلامية أي تحي iyo miyaan waxa la doonayo shariicada ma tahay masama ahan inaan arintaas ka sii hadlo marka isi ogaada intaas allah oo dalayo isaga oo taas arintaas kala ka sii anbaqaadaya ayuu ilaahay wax u leeyahay isla suurada uu ku sii leeyahay ilaahay marka waxa isaga oo sidaas aayadaas macnaha shariicadaas noo sii sheegaya ayaa waxa uu noo sii sheegaya thumma ja'alnaaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha waxaan dadana ku dejinay shariica ayaan amarka kaaga dejinay iyada oo raac oo dadka hawooyinkoodna raacin ay luqluqyo kale aan hagelin waxyaalo kale aan ku soo dardarsan qolooyin kale aan sharciyadooda hal soo wadaajinay sida ayuu allah subhanahu wa ta'ala uu ina sharcina baraya isagoo saan noo sheegaya ayuu haddana ilaahay nagu sii adkaynaya oo islaamahaas wax uu ku siinaya halka haddana ilaahay wuxuu idin dejiyay sharcatan wa minhaajan sharci iyo dariiqii sharciga lagu fulin lahaa sharcigaas iyo dariiqaa lagu fulin lahaa hadaba waxa uu ilaahay sheegay sharcigii iyo qaabkii loo fulin lahaaba oo waxa la dhahaa in law enforcement sida sharciga loo fuliyo iyo national jurisdiction iyo dhahaa macnaha englishkii markii oo qaybta sharciyada dadka bartay yaqaan taa iyada ah ilaahay sidaas uu noogu sahlay oo uu noogu fududeeyay waana waxyaalo cadcad oo aayad qur'aana ay taabteen oo iska cad weeyeen ma ahan wax jiro jiro iyo laalaab sii geli karaa sidaas marka ayaa shariica alislaamiya intaas aan ku koobo qeexitaankeeda qeexitaanka isaga ah ayaa marka ay culimmadu soo aruuriyaan hadalladaasoo dhan waxay isugu soo aruuriyaan erayo sida tan ah loo soo qoray oo ah الشريعة تعريف شريعة إنه يهي ما شرع الله لعباده المسلمين من أحكام وقواعد ونظم لإقامة الحياة العادلة وتصريف بإصلاح الناس وأمنهم والأخلاق والمعاملات والعلاقات ونظم الحياة وتعمير الأرض مركا أنت وحيث معنى هذا في صماليها الشريعة الإسلامية وحيث هي waa wixii ilaahay uu soo dejiyay adoomadiisa rumeeyay isaga oo ay ka mid tahay markaas xukunyaalo ay ku jiraan iyo qaacidooyin leh iyo artikalo qodobaysan leh iyo nidaamyo lagu wada dhisayo nolosha aadanaha laguna kobcinayo meesha mustawaha nolosha maciishada ummadu marayso oo ah in markaa taasoo ku salaysan cadaalad ku salaysan iyo in dadka loo wanaag lagula dhaqmo oo wanaagooda la sameeyo iyo in ammaankooda la sugo iyo in akhlaaqdooda la sugo iyo in sida ay u mucaamilayaan la sugo iyo sida ay xiriirka u leeyihiin la sugo iyo sida ay horumar adduunka u abuuri lahaayeen la sugo intaas weeye shariica alislaamiya marka tafsir la isku soo aruuriyo qeexitaankeeda taas awgeed ayaa marka waxaa jirtaa wax la yiraahdo maqaasidu shariica maqaasidu shariica waa maqsad ka shariicada iskaaf soomaali ah waxa ay ku dhisan tahay waxa la yiraahdo jawharuddiin diinka jawharadiisa macnaha diinka nuxurkiisa ayay tahay taasi ayaa marka ay culimmadu ay fasirayaan qaacido ugu weyn laga dejiyey qaacidadaasi oo ah in ay tahay jalb almasaalix wa dard almafaasid in ay soo jiidato waxa maslaxada u ah ummadda in ay isla markaana ay cayriso oo baabiciso waxa fasaadka keenaya iyo qaska iyo musuqa keenaya ay cayriso sidaas weeye ujeeddada shariica alislaamiya marka iyadoo ay sidaas tahay baa marka waxaan u baahanahay weli inaanu kala fahamno horta farqiga u dhexeeya addiin kulloho iyo ashariica iyo alxukmi waxyaalahaas inaana isku qalqaldin marka si guud xukunka ilaahay waxa uu yahay sida uu ilaahayba ku leeyahay ilaahay yiri waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum adh-dhaalimuuna mar kale fa ulaa'ika hum alfaasiquuna mar kale fa ulaa'ika hum alkaafiruuna oo mar waan fasiri doonaa fadlan ila sii soco qaybta dambe ayaan aayadahan
إن أولئكم الكافرون يا ظالمون يا فاسقون كفسر تانا دي الله هو تلي كرا لي هذا كواس وحو إلهي كشاقي حكمك أو آه قوان قوينتا محكمة حكم كيدا ويا محكمة أميدا حكم تا حاكم كنا واقفك حكم كقوين يا مركا الله يا حاكم أو إلهي قرانك سوحو كلي ياي أليس الله بأحكم الحاكمين وميونا إلهي أهين كو وحكم كان هو حكم كويناكسن وحكم كيسو وعدارة سنياي سو معهم وها هو يهي وإلهي لي يا مركا حكم أردنا إلهي بأسكاله إن الحكم إلا لله حقيقة حكمك مدك لما هنا ومدك إلهي أو إلهي أولي يا كلير ويا حكمك أنت اسمك أي تاي أو حكمك أس هي شريعة أساس أو كلا عدينا وحان ربا إن أن قدبك أنا أن كبد بين أو آه شريعة الإسلامية شريعة الإسلامية سيان أفهمنا وحالا مرمانا إن أفهمنا مقاصد الشريعة الإسلامية وحا مقصد كيدوي هاي أو كل واحد سوى معنا يا جوهر الدين دينك نحكي كيس سوى معنا يا كوا يجا يا مركا وحاي تهاي سيد عن هريو إيرى وحاي كسر لسان تهاي جلب المصالح وضرب المفاسد المصلحة أي سوى كذا توا وح مصلحة سوى كذا يا إسلام مركا أنا مفاسدة سيف وبين يا حمانتا كوا سنا وحاي كسر لسان جين وأسر كود جهاي إما عاد هاي شو الثبوت الثبوتية هنا شمت سكنان المعقولية هنا معقول تاي شقينيسا الكلية هنا سكود أو إيجيسا أيسا هل ملو حكي إيجينين أو بيجا بيكتر واحد لو بيكتر كود أي حكي إيجيسا out of the box واي إنجلش كده ما صندوقه كوك جلاشيسا أي حكي إيجيسا أنت سويان مركا سو حي ما نسا سيد هدلو مركا عم كارد تون مصادر الشريعة الإسلامية إله شرع عبد الإسلام كل جه قادم اليوم أيه من كم ذا واحد تقول له يسكون مرسين يعني إن مصالح المرسلة ومصالح المنتخبة أيه يا سيجرتا تاسو ده مرك أو سلا سيئة ب واحد تسين إذا أنت عسي إن شرع عبد الإسلام كو أي كو رجع يسوع محور صدق نوعه أو آه إن الله حفديه إسلامك إن الله حفديه دركا إن الله حفديه مقصدك شرع عبد iyo in la xifdiyo xuquuqda insaanka taa saddex asaas ugu wareegaysaa marka ay sidaas ku tahay intaas ma waxay tusanaysaa in shariicadu tahay dabaqitaanka diinta islaamka kulligiis oo isku kaamilan oo aan kala googo'nayn oo jumla ah si jumla ah in islaamka loo dabaqo aan si tafaariiq ah loo kala dabaqin oo aysan markaas imaanin afa tu'minuuna bibacd alkitaabi وتكفرون ببعضهم مياد كتاب إلهي برنا رمينيسان برنا آد ديديسان ست هالو هالو أي مركة الشريعة الإسلامية وحا أي تاي شوهر كيدو وحا وجاي أما النحر كيدو وجاي إن له هالو بن آدمكو إن أي هلان وحا وريا حقوق الإنسان أتليس حقوق الإنسان الأساسية وجران وإن هلان وإن حقوق دا آدناها اللي هلان نمبر ون ومدى لبعض وإن حرية لها لا أو حقوق ده أدنى كم بدا هذا ملاك يقولون لو بس صاري حرية وإن أي تران ضد حرقة وإن أي تران وإن أي ترتو مركز عدالة وإن أي ترتو سنان وإن أي ترتو الكفاية الكفاية الاجتماعية وحال لها يعني وح لها social service ما نحاول يعني أديك بلشو إنه ترى إياه إيسو إس عاونيت بالشدة إن أي ترتوى يا وإنه مركز تاسي أي وجهته وحماشة لقى مرمان إن أي تري يعني علم إيو أقام إن أي ترتوى إن أي ترتوى معاملة ومركز ده بين آدم معاملة ده قرنا يا إن أي تري يعني إن أي وجهه قصد آه إن هرمر لأبوره إن أمدو عقل جودة لسرك إيو وهي الحرية أي واحد تاعي ذلك إن عقل جودة وحر وحاضر ما له دين مر حرية كتير إنن وح سما ونقع كمتر الكران وح شريعة أهنا سانعة أو مش قين كران مركع سير استبتة أي شروطها شريعة وح أي نقصوص أو سما إن وجرة إن أي ترتو أمة إن أي ترتو دول أي دكان إن أي ترتو وأساس كو كو هو يعني إن أي ترتو حرية تذكر إن الحريين إن الحريين معناه ذم إن عدو وسنكورك كايسون وقميسان معه وحومهم سن إن مسكح ذو حر تحي إن ودقاله ذو حر وياي
إن الفكر كود حر وجهي يدنا ود حر وجهيان هدي ومر جميسي وكادجا مسكح هذا ومركو كوجدران مرك حتى واحد تاعي هدي وجميسي وكادجا لقى لها مرك واحد لها غزو الفكر ومسكح هذا لسكق بصدا ويرك مسكح هذا لسكق بصدا أيها جميسي مش وجدران أو ذكر حرية أوباهم ذكر كاسة وجدران مسكح هذا لقاه السماء وحلو بهن جاي إن له لا إنسان نور بين آدم نور أو نحر له أو دقائق كرا لكن بين آدم شركو ذي شوقة مسكح ذي دينا أي مقنط هاي وحلو بهن جاي مركا إن مسكح ذي دي هرت اللي بتبادي ولا الصغار سين مركز أي واجب يقول نقطة إن أي شرع الإسلامية فرين كرام هدي أي مسكح ذي دو الصغنين ما أي سنجارين مستويه أي شرع الإسلامية كفرين لهايان وحلو بهن جاي أمان إن مش أمن كتيره لكن مال فوضى كتيرته أو قصي قاع كتيره إن شرع الإسلامية ما سوى استهكته وحلو بهنيا حسلوني دكانان استقرار بحلو بهنيا وحلو بهنيا عدالة أو عدنا دمر بكوبيسا وحلو بهنيا نقالة أو دائم صعنة دائم إسا وحويان sustainable economy إن الله دعوه معناه أو كاسو هذا وحلو سبهنيا إن الكفالة قادوا ضد كباباهم كفالة قاد كودوا إجماعدوا إن عفيمات لفافيو إن أقوانت لفافيو إن قرشادة لو عيقلنت لفافيو إن مركز باوحا إيمانيسا إن للراديو قبولك ضد إن أقبلان شريعة مركز أي أقبلان أي مركز هذا نوحا إيمانيسا إن أي شرطو معنى هورينا شرطي هورينا والله ديكرا وإن أي شرطو قف لو دورتي حاكم إن أجمعشاس وإن دولة أي كتشرتا ماشا أي وحاس كدعيا وإن تكافر الاجتماعي وكتشرا وإن أي كتشرتا قف حرية سي حرية دار الوصول دارتي أي عنهين سي قصب قف داد الوكان أي عنهين داد حوق وقف صدي أي عنهين أي داد أيهين حرية دارتي دارتي هدي قول مارس كتشرا وحوق الوقف صدا وداد كاس حرم أهان سيدا درتد وإن لسوغا واقي كعروبان هدي أيوه ماش جوغا لغا عقل بديو ومسكح دي لغو ميستانا وإن لسقى إلى أي مسكح ذو ذكك عذو وإن لقشق إياه مركتاس ومسكح ذو ذلسوك إياه مركز ما وحا إيمان كرا ذاتك إن أي إياه أوه أولان أوه أوه أبون أوه أقول أي شرع هذا أقبلان تاسنا واسيدة إلهي وكوة تبيجي قرآنك أو إلهي سبحانه وتعالى وحا إليه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما بل إلا أن كل شيء عيداس قفك معنى هذا فهموا سفع عن وسي تدبر كان معنى هذا فهمنونا أنا في صومالي أن ولي بسفع عن وشي كرينين أن شابه أن كو عديه إلهي محولي يعي فلا وربك ربك هذا كل عرتي إلهي أسجس كسي دارنا يا لا يحكم فلا وربك حقيقة ربك أقام كل أعطيه إلهي إليه لا يؤمنون ما أينام رمينين أو دينتا عن قرصة درمي يعني إنا النبي ما أيسان رمينين حتى يحكموك إلى أي كاغسو حكم تقام إلى أي حكمك أذي كاسو دانا أذي كاسو دانا نبعنه ذو حويان وحي إلهي كوسو ديجي ومن لم يحكم بما أنزل الله إليك وإنه قال إسان ورسو شغي حكمك إلهي إنه صار دان تعمل وجانه انت كدب الى انت غاران ما نصور منن مركا لما دهنن ان لو حكمه ان امبوس على الانجليش لو قصبه لما دهنن لكن انا يوق سو دونتان بالي جري او هلك الهي كله يعني حتى يحكموك فيما شجر بينهم الى اي مركز اي كوغلا سو حكم تغان وخي ايغا مر دحمرا اي دودو اي اسلاف كرم وايان ان اي اديغا كو كولا سو حكم تمام سي اد او حكمته قران كاس او حكمته دبدنا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت دبدنا أي سن دب كدريمن أي نلبس لعنن وحي آد حكمك وودي تشسو أو أها وحي إلهي كفري أي قرآن كاسكو يهلا مركات أشرك تطرع سيدان با إلهي إذن كجر إذن كحكمه أي هادنا أي سن عبدت سي قادنن أي سن إسلين واحد محيوكم كان أدو كأحد يوسن قفك إسارا أي وقعدو سيداس إله مركاسنا إلهي وحا أوليه ويسلموا تسليما او اين السوسو كاديبن اسليبس وان اي السوسو ديبان دكو هدينا مربا السوسو ديبنن وحا ويان ولي
marka uma diyaar ahan shariicada islaamiga ee waajibka koor ayaa wuxuu yahay in loo diyaar garaayo in marka maskaxdooda loo sabiso waa in qofku uu ku qanacsan yahay in shariicadaas uu ka helayo amaan uu ka helayo cadaalad uu ka helayo nolol wanaag uu ka helayo farxad iyo rayn rayn sidaas ayay ku tahay shariicada islaamiga laakiin mid la isku qasbo ma ahan shariicada islaamiga intaas oo dhan ayaa laga fahmayaa marka shariicada islaamiga inay sidaas u tahay hoggaankaas ay u tahay qofku uu samaha ku aqbali karo oo wanaagaas ah marka shariicada islaamiga waa midaas ah beer la soo falayo oo la gaarsiinayo heerkii uu qofku ku aqbali lahaa halkaas ayaaba dimuqraadiyadda sida ay asalkeedu loo sameynayay sidaas ahayd inkastoo aan adduunka looga dhaqmayn haddeer waxa weeyaan dadka in si tartiib ah loo gaarsiiyo si xorriyad ah in ay iyagu diintooda u aqbalaan go'aankoodana u yeeshaan in shariicada islaamiga lagu xukumo laakiin taasi waa in aynan ku jirin laqdabo kaleeto iyo lugooyo kaleeto iyo danaysi kaleeto oo gaargaar ah ee ay tahay midda iyadu iska imaanaysaa haddii markii hore marka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka loo xukuntamayay hadda maanta waxaa noo yaalla kitaabka ilaahay oo loo xukuntamayo oo halkaa xukunkaas xukunkiisu uu ku dhigan yahay intaa kadib waxaan walaalayaal halkan kusoo xirayaa qaybtan labaad ee muxaadaradan aan kusoo xirayaa in aan horta bal shariicada islaamiga iyo halka aanu maanta joogno halka ay ummadda soomaaliyeed ama muslimiinta badankooduba ay maanta ka joogaan shariicada islaamiga in aan qeexo si aan taa u qeexo sida aad adinkuna ogtihiin anna aan ogahay culimmada wadwadana ay kulli og yihiin shariicada islaamiga maanta waxaan u naqaanaa oo keliya waxa la dhaho alxuduud xuduudaha oo xuduud baa la dhahaa waa culimmada saa yaqaana alxuduud marka maxay tahay xuduud xataa laftigeedeen ayaa culimmada oo dhan min awalihim ilaa akhirihim ku ugu horreeya hadda waxay ku go'aamiyeen inay yihiin shan qodob keliya shan kays ayaa bis baa la yidhaahdaa alxuduud alkhamsa la yidhaahdaa shantaas kays haddana kuwee baa lagu dhaqmaa shantaas kays waxaa lagu dhaqmaa laba un keliya baa la sheegaa mar lagu dhaqmo labaa lagu loo dagaalamaa sidii loogu dhaqmi lahaa labadaasi oo ah waxa weyaan xuduudka xuduudaha oo kale ah qisaaska mid ah dilka mid ah zina mid ah mid ah waxa la yidhaahdo in qof uu sameeyo uu qof kaleeto uu ku sheego wax dembi ah uu ku sheego wax masabid ah uu ku sheego marka defamationka englishka lagu dhaho oo mana qofka adi zina lagu eedeeyo kale eedayn been ah la sameeyo alqadf waa lagu dhahaa marka qur-aanka iyo afcaradiga iyo midda ah alxiraaba oo tan ugu culus ah laakiin waxaasoo idil maantay waxaanu ka naqaanaa oo keliya azina iyo asariqa iyo alqatl ma sheegno asariqa oo labadaasoo ka daran ma sheegno labadan baan naqaanaa sidaas darteed labadaas ayaan xoogga saari doonaa khudbada muxaadaradayda dambe laakiin haddana waxaan kugu soo gabagabaynayaa ogaada shariicada islaamiga waxa ay soo degeen aayadaha shariicada islaamiga ama shariicada islaamigaba la bilaabay sanadihii ugu dambeeyey ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu diinta waday oo ahaa 23 sano dhowrkii sano ugu dambeysay ayaa aayadaha shariicadu soo degeen intii hore oo dhan ma ay jirin shariica waxay ahayd diinta guud in la faafiyo haddana shariicada islaamiga oo qur-aanka oo aayaadkiisa lagu qiyaaso 6,666 sida macnaha iyadoo hadalna ku jiro si kalena lasii dhaho intaas oo dhan waxaa shariica sheegaya qur-aanka in ka yar 200 oo aayadood labadaas 200 oo aayadood ayaa oo macnaha ama in ka yar ayaa shariico sheegaya oo iyaguna mararkii ugu dambeeyey soo degay waxaa kaloo markaas xuduud maxaa sheegayaa xuduud waxaa sheegayaa waa 9 aayadood iyaguna taas marka ayaan dib usii geli doonaa oo shariicada aan doonayno oo dhan ma laba un ka mid ah xuduudda ah xuduudduna aan sida anigu aan u arko culimmo kalena u arkaan waxay tahay wax ka weyn shan ee shan aysan ahayn waayo qur-aanka ayaad mar walba waxaad ku arkaysaan waman yatacadda xuduud allaahi faqad dalama nafsahu waad ku arkaysaan tilka xuduudullaahi kulli xuduudullaahi meeshaad qur-aan ku aragto waa xad ilaahay haddii ninka iyo xaaska iyo labada isqabta ay maalinta
سجل رمضان معناتا رمضان كا وحدود الهي هذه اي هذينكي مسجد كبحي سايغو تشوغا اي مسجد كباشان كبلاوان ينوى حدود الهي حدودها سلاي هذو نكو حاسكي سكو يرهدو هو يدي بعد كتاي وحدود الهي مك حدودها الهي ويبانجي يعني. لكن سني انكسو قادنا سيد اي علمدي هراء لان الكو اتكيستان اي شن كليا دايان بل شنط هو وين انكدر مهدنا شنطا يدا محان قدن لان هاي او سعطا او دد كان كل امس الوقن هاي والاباؤن وحاوية وسرق اي زنا والله سام قدن لان هاي بركا هدبا ان انتاس قيبت الدم صديحات هدي على انو كسي الله فكرنا آد بادو سلامتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.